بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. متعه الكلام عن الدوري المصري والكره المصريه حاجه تانية خالص وليفل الوحش. لسه في دوري مصري شغال بعيد عن اليورو وبعيد عن الكوبا امريكا وبعيد عن ما فيش دوري في الكوكب ده لسه لحد دلوقتي شغال، بس احنا يا باشا بنلعب بره المجره دي، احنا مالناش دعوه بالكره اللي بيلعبها العالم والكلام الفاضي ده، احنا بنلعب كره لوحدنا هنا في مصر، احنا عندنا ثوابت وعندنا كره هنا في مصر ما حدش بيلعبها غيرنا، زي مثلا اي فريق بيدربه كابتن علاء عبد العال، الدنيا بالنسبه له معروفه والجيم اللي هيلعبه معروف، حتى وانت مهمد كده كابتن علاء يحط الفرقه كلها قدام الجون، بعد ما يدخل في الجون الاول هيتوه وهيلبس الثاني وهيلبس الثالث، بس تلحق بقى تجيب الهدف الاول بسرعه قبل ما الفرقه بتاعت كابتن علاء رجليها تتنقل في الملعب ولاعيبتك يحسوا ان النهارده اليوم بتاعهم هو الدي اوف او مش محظوظين النهارده. هتقولي طب فين بقى واتر سكالترون؟ ما عندوش علم بالكلام ده؟ اكيد عنده علم، وطبعا احنا عندنا لعيب زي امام عاشور بيصوب، واحنا معروف ان التصوبات والكرات العرضيه هي اللي بتفك التكتلات، واحنا بنصوب وكالترون بيلعب كوره عرضيه. طب الكره العرضيه على مهاجم زي مروان حمدي، قلت لك 7000 مره ان اسامه فيصل لازم ياخد فرصته، ما بتلعبش الجزيري علشان خاطر لسه راجع من رحله المنتخب التونسي والماتشات الوديه اللي عملها في تونس، متفق معاك، حط اسامه فيصل ما تحطش مروان، لان مروان واضح ان تجربه الزمالك مش نجح فيها، واضح ان الولد مش متاقلم مع الزمالك، واضح ان الولد فكره الموضوع بتاع مصر المقاصه ويروح على الزمالك دي ما نجحش، فالعب باسامه فيصل لعيب شاب لعيب يستحق ان هو يكون متواجد في تشكيله الزمالك الرئيسيه. النهارده اليوم الوحيد اللي سبحان الله سبحانك يا رب المغص فاجئ محمد عواد، او الام البطن فاجئت محمد عواد علشان خاطر جنش يرجع اساسي وابو جبل يبقى موجود على الدكه، وتقعد تسال يا جماعه هو ده منطقي واللعيب في مصر ما بيجيش يتعور غير ليله المباراه؟ يقول لك دي اصابات بقى، ده كله قدريات. هتتكلموا بقى في القدريات؟ طب ما تقولوا النهارده ان الفريق قدم كره حلوه وقدم اداء مميز، واحمد سيد زيزو قدم مباراه جيده جدا ما بيقدمهاش بقى له 6 7 شهور، والراجل كان جيد وكان متميز النهارده. الراجل كان جيد جدا وكان متميز النهارده، يمكن اخر مره شفت زيزو بيلعب كوره كان في ماتش الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والنهارده برده زيزو عمل شوط عالمي، شوط اول زيزو كان جيد فيه هو امام عاشور اللي كان بيحاول يصوب، وفعلا امام عمل واحده طلعها خالد وليد حارس اسوان، وقدر زيزو ان هو ياخد من خالد وليد ضربه جزاء ويخش هو يحط الهدف الاول بدري كده في الشوط الاول علشان خاطر كابتن علاء عبد العال واسوان يخشوا بالتاني، اللي هو احنا مضطرين نهاجم، واننا مضطرين نهاجم فهنحاول ان احنا نفتح الخطوط شويه وهنلعب على الزمالك ويلا بقى كده كده خربت. فبدر سكالترون يجي يفكر اول حاجه يعملها ايه؟ طبعا احمد عيد في الدي اوف، فنزل حمزه المسلوسي كده، احمد عيد ولد شاب صغير لو غيرته مفيش اي حد هيتكلم معايا، امام معلش يعني برغم انك واحد من نجوم المباراه بس محتاج زيزو علشان خاطر اقفل الدايره بطارق وزيزو، ونزل شيكابالا مكان اوباما، اوباما اللي كان بيشرح لمروان حمدي في لقطه كده جمهور الزمالك بيقول له يا شيخ اتنين هو انت اللي هتعلم مروان ازاي يلعب الكوره؟ يبقى عمره ما يتعلم اي حاجه. وطبعا رجوع اشرف بن شرقي بعد الطرد الغريب اللي تعرض ليه، واشرف بن شرقي النهارده كان واحد من نجوم المباراه بجانب زيزو وبجانب كمان امام بجانب نزول شيكابالا، اللي شيكابالا طبعا لو بينزل اي مباراه شيكابالا بيكون حته ثانيه وبيكون ورقه رابحه في الدقايق اللي بيلعبها، وشيكابالا كمان نازل واسوان فتح الجيم واسوان بيحاول ان هو يتعادل، فطبيعي ان شيكابالا يلاقي مساحات مع التقدمات اللي بيعملها هو احمد سيد زيزو وكمان معاهم سيف الدين الجزيري. بعد نزوله كان واضح جدا ان الزمالك هيسجل من كره مرتده، لان ده الطريقه اللي بيحبها بدر سكالترون، خلاص بقى هم طلعوا هاجموا اديهم مرتدات بقى، وفعلا اداها مرتدات، سجل الهدف الثاني عن طريق احمد سيد زيزو نجم اللقاء، وبرده شيكابالا كان بيحاول ان هو يصوبها فخبط في رجل المدافع فجت لزيزو وسجلها، وبعدها الهدف الثالث عن طريق اللاعب الجيد جدا سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري واحد من اللعيبه الجيدين جدا، واحد من اللعيبه اللي لو الزمالك ما معهوش فلوس انه يشتري مهاجم محترم فيا ريت تكمل بسيف الدين الجزيري اعاره سنه تاني وما تشتريهوش، كمل بيه سنه تاني لحد ما ربنا يفرجها وتجيب مهاجم محترم علشان خاطر الزمالك يطلع كسبان 3-0. لقطه جن الصح، الكره الوحيده اللي راحت على جنش لعبت كورست من عمرو الحلواني ولعبها لعيب اسوان، جنش بعدها راح واقع، اللي هو جنش انت طالع غلط اساسا، وغير كده الكره لو جت جون كانت تقريبا هتطلع اوفسايد لان اللعيب كان سابق، بس المشكله ان انت كرد فعلك كحارس مرمى لا طلعت غلط حارس مرمى ولا عملت طلع حارس مرمى ولا عملت اي حاجه خالص، وفي الاخر وقعت. اللي هو جنش ده بحس ان هو ضرب اساسا حاجه لوحده قبل ما ينزل الملعب، اللي هو لو عواد ما لعبش الماتش الجاي يبقى في مشكله كبيره جدا، لو استمريت بجنش وقلت ان والله عواد لسه بيجي له الام البطن في يوم مباراه يبقى انت بتشتغلني. النهارده الزمالك عمل جيم جيد جدا كلعيبه، عمل جيم جيد كلعيبه، انما كتغييرات مدير فني عمري في حياتي لا اعترف ان الاهلي عنده مدير فني ولا الزمالك عنده مدير فني فتره باتر سكالترون وكمان فتره موسيماني، الاثنين دول جايين ياكلوا عيش والقصه كلها قصه لعيبه وقصه فرديات، قدروا اللعيبه ان هم يحسموا الجيم خير وبركه، اللعيبه ما قدروش يحسموا الجيم والله لا هنفع الفريق بتغييره ولا هنفع الفريق بان انا اغير لعيب واحطه في مكان واستغل نقطه ضعف الفريق المنافس، لا ما عندناش احنا مدربين بقى ولا شغل مدرب ولا الكلام الفاضي ده، هو اللعيبه قدروا
هم يسجلوا الهدف الاول خلاص خلصانه، كمان سجلت لي الثاني انت برنس، سجلت الهدف الثالث عن طريق لعيب لسه نازل من على الدكه مكان مهاجم مش شايف قدامه، يبقى تغييرات مدير فني يا باشا، ومدير فني يقرا الماتش صح. هتقول لي يمين، هقول لك شمال، هقول لك للاسف الكوره في مصر عندنا ماشيه كده، علشان كده احنا بقول لك بنلعب كوره بعيد عن المجره دي بيلعبها كلها، لا عندنا شغل مدربين ولا اي حاجه، بس ادينا بنلزق اي حاجه واقول لك تغييرت المدرب اللي كانت تبقى منطقيه وواقعيه وكان كده كده هيعملها، اقول لك لا دورك جيم صح. اه والله بجد يا صاحبي انا عارف ان الكلام بتاعي هيزعلك، بس والله هو اللي بيحصل في الكوره المصريه، ان احنا ما بنلعبش كوره يا صاحبي، احنا بنلعب باليه مائي كده او بنلعب حاجه تانية خالص، بس بنصنفها ككره قدم، مع اننا بنلعب كره باليه مائي وبنصنف كره قدم، فاعتبر صديقك واخوك اللي قدامك ده محلل بيحللك مباراه كره قدم وكانها كانت مباراه كره قدم. ممكن تعمل لك الفيديو معلش بعد كل الكلام ده، او ممكن تعمل سبسكرايب لو الفيديو عجبك، او ممكن وانت بتشتم كده يعني خليك حنين ما توسعهاش قوي يعني.